طيب هو يفضل طالما كنا بنتكلم عن السقاية وانت بتسقي تلف على النبات وتشيل الأوراق المتضررة الصفراء، أنا جمعت لكم هي بس عشاني لأنه ألقيت بيها ورجعت أوريكم في فترة، وانت بتسقي حاول تنظفه، حاول تشوف إيش فيه، تشيل عنه هذا، تقيمه، هو هذا الأفضل. طبعا البعض راح يتساءل معايا عن إيش المشكلة اللي هي بتواجهني في السناب شات، المشكلة التقنية اللي عندي. المشكلة التقنية اللي عندي عدم ظهوري في الخريطة العامة، طيب، أو يكون أحيانا بتظهر القصة تبعي وبعدها بفترة بسيطة كده تختفي تماما من القصة وما يصير عليها مشاهدات. الآن عندي كذلك المشكلة، أصبحت في منصة أضواء بنزل يعلم الله قد إيش فيديوهات، سواء بصورها لايف أو بنقلها من أي مكان، ما في أي مشاهدات عليها. طيب المشكلة الثالثة اللي